موعد إخباري جديد من أون لايف، أسعدتم أوقاتا. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي على قوة وعمق العلاقات المصرية الفرنسية بمختلف مستوياتها. تعزيز وتوطيد علاقات الشراكة القائمة بين البلدين على كافة الأصعدة بما في ذلك على المستويين العسكري والأمني كان محور اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي. وبحسب رئاسة الجمهورية فقد أكد الرئيس السيسي على أهمية الاستمرار في التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين إزاء القضايا والتحديات ذات الاهتمام المشترك وسبل التعامل معها خلال المرحلة القادمة. وخلال زيارته الرسمية لمصر التقت الوزيرة الفرنسية الفريق أول صدق صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعقد الجانبان لقاء تناول عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تطورات الأوضاع التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وعقب اللقاء تفقد الوزيران أحد القواعد الجوية المصرية التي تضم أحدث المقاتلات متعددة المهام من الرافال المنضمة حديثا إلى القوات الجوية المصرية، واستمع إلى شرح تضمن الإمكانات التدريبية والقتالية والفنية للقاعدة بعد تطويرها وتحديثها بالاستفادة من الخبرات الفرنسية وصولا لأرقى النظم العلمية والتكنولوجية ونظم التسليح العالمية. الزيارة الحالية للوزيرة الفرنسية تأتي بعد أقل من شهرين على زيارة الرئيس السيسي لباريس، ما يدل على مدى قوة ومتانة العلاقات بين البلدين. وخلال السنوات القليلة الماضية وعقب ثورة 30 يونيو شهدت العلاقات بين البلدين المزيد من التعاون خاصة في المجال العسكري، حيث عقدت مصر وفرنسا عدة اتفاقيات عسكرية أمدت فرنسا بموجبها مصر بالعديد من الأسلحة المتطورة مثل طائرات الرافال وحاملات الطائرات من طراز مسترال والفرقاطة فريم إلى جانب عدد من الأسلحة الأخرى، بجانب نقل التكنولوجيا العسكرية إلى مصر فضلا عن التعاون المصري الفرنسي في مجال مكافحة الإرهاب والحد من الهجرة غير الشرعية والتنسيق الدائم في الملفات الإقليمية والدولية في مختلف المحافل العالمية. قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والمواطنة والشؤون الداخلية ديمتريس أفامروبولوس عقب لقائه بالقاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال إن الرئيس السيسي أنقذ الشرق الأوسط وأوروبا من الكثير من الاضطرابات. السيسي أنقذ الشرق الأوسط وأوروبا. بهذه الكلمات استهل مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والمواطنة والشؤون الداخلية ديمتريس أفرامبوليس تصريحاته الصحفية في إطار زيارته إلى القاهرة التي تستهدف مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية. كواليس زيارة أفرامبوليس إلى مصر تضمنت لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الخارجية سامح شكري وكذلك وزير الداخلية، حيث أكد مفوض الهجرة أن الاتحاد الأوروبي يدرك الدور الذي قامت به القيادة المصرية لحماية البلاد من اضطرابات كثيرة، الأمر الذي ساهم بدوره في إنقاذ منطقة الشرق الأوسط بأسرها ومن ثم الحفاظ على أمن المتوسط وأوروبا. أفرامبوليس أكد تقديره أيضا للجهود التي تبذلها مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن زيارته للقاهرة تهدف إلى ترسيخ التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة وتبادل المعلومات. السيسي أكد خلال اللقاء أن القضاء على الهجرة غير الشرعية والسيطرة عليها لن يتم من خلال الإجراءات الأمنية فقط، بل من خلال تسوية الأزمات القائمة والدفع بجهود التنمية وتحسين مستوى معيشة الشعوب. كما شدد الرئيس أيضا على سياسة مصر الثابتة بعدم إقامة مخيمات أو معسكرات للاجئين واستقبالهم كضيوف داخل المجتمع المصري متمتعين بحرية كاملة ويتلقون ذات الخدمات التي يتلقاها المصريون. الاتحاد الأوروبي وغيره من دول العالم يضعون مواجهة الهجرة غير الشرعية وآثارها نصب أعينهم للتغلب على ذلك الكابوس الذي بات يهدد أمن واستقرار دول البحر المتوسط ويثير القلاقل في أوروبا. توجه وزير الخارجية سامح شكري للعاصمة التونسية للمشاركة في الاجتماع الوزاري الدوري لدول الجوار العربي لليبيا، مصر وتونس والجزائر، ويستكمل الاجتماع المباحثات حول مستجدات الأوضاع في ليبيا لا سيما تطورات الحل السياسي والأوضاع الأمنية هناك. يأتي الاجتماع في الذكرى الثانية لتوقيع الاتفاق السياسي بين الفرقاء الليبيين في منتجع الصخيرات بالمغرب. مجددا تعقد دول الجوار الليبي اجتماعها الدوري بالعاصمة تونس، وهو اجتماع ثلاثي يضم وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر للتباحث حول مسار القضية في ليبيا. ويتابع الاجتماع المباحثات المتواصلة لثلاثي الجوار العربي لليبيا التي كان آخرها يوم 15 نوفمبر الماضي
في القاهرة، ويعني هذا الاجتماع بشكل خاص بالمسار السياسي والوضع الأمني في ليبيا. وتسعى مصر إلى إحداث تقدم حقيقي في الملف الليبي انطلاقا من إدراكها لتأثير استقرار الأوضاع في ليبيا على الأمن المصري. أهمية قصوى توليها مصر لمسألة توحيد الجيش الليبي باعتبارها حجر زاوية الاستقرار، وكانت روسيا أولى الدول التي بدأت تلمح إلى استعدادها المساهمة في تسليح الجيش الليبي إذا ما تم توحيده. الاجتماع الوزاري يأتي في مرحلة دقيقة بينما يتحرك مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة بشكل مكثف للمضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بالعملية السياسية في ليبيا، ويأتي ذلك تزامنا مع ذكرى اتفاق الصخيرات الثانية الذي تم توقيعه بالمغرب بين الفرقاء الليبيين. وتعتبر المشاركة المصرية في اجتماع تونس حلقة في سلسلة امتدت على مدار العام من جهود حثيثة قامت بها القاهرة لمحاولة رأب الصدع الليبي ولملمة أطراف الدولة مرة أخرى بشتى السبل. وقد انتهت المدة القانونية لاتفاق الصخيرات الذي وقعته الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة في 17 من ديسمبر قبل عامين من الآن. يذكر أن الاتفاق كان يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات شفافة وكتابة الدستور خلال عامين من تاريخ توقيع هذا الاتفاق. وقد طرح مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة مبادرة لحل الأزمة السياسية الليبية، وذلك بناء على نتائج التشاورات التي أجريت في العاصمة التونسية مؤخرا. لنتعرف الآن في سياق هذا العرض على أبرز بنود هذه المبادرة. ليبيا أيضا أفاد مراسل أون لايف بانتشار قوات الجيش في شوارع مدينة بنغازي استعدادا لتأمين التظاهرات التي من المقرر أن تنطلق اليوم في عدد من الأحياء. كان الجيش الليبي قد أعلن رفع درجة التأهب القصوى استعدادا لتأمين الاحتجاجات ضد حكومة الوفاق الوطني الليبية. التمهيد لرأب الصدع بين الأطراف الليبية والعمل على توحيد المؤسسة العسكرية مهمة أخذت مصر على عاتقها تحقيقها على أرض الواقع، هي جهود تفضي إلى رفع حظر توريد السلاح إلى ليبيا وترجيح ميزان معركة الإرهاب لصالح المؤسسات الوطنية بدلا من الميليشيات والجماعات المتطرفة. قبل عامين من الآن وقعت الأطراف الليبية من خلال ممثلين عن مجلس النواب والمؤتمر الوطني اتفاق الصخيرات تمهيدا لإطلاق حوار سياسي يمهد لرأب الصدع وتعزيز قدرة المؤسسات على القيام بمهامها، ومنها المؤسسة العسكرية التي عانت طويلا من الانقسام. وجاءت عملية الكرامة بقيادة المشير خليفة حفتر للم الشمل وتشكيل جيش ليبي وطني موحد تحت راية البلاد ويستمد شرعيته من ممثل الشعب في مجلس النواب. الجيش الوطني الليبي ومنذ أن أخذ على عاتقه مهمة تحرير البلاد من الجماعات الإرهابية وتطهيرها من التيارات المسلحة التي استغلت الوضع السياسي الراهن للسيطرة على مقدرات الشعب الليبي، نجح بشكل كبير في تحقيق أهدافه، بينما وقف مجلس الأمن حائلا دون توريد السلاح إليه منذ عام 2011.
القيادة المصرية من جهتها قادت حراكا واسعا داخل المحافل الدولية لرفع الحظر المفروض على توريد السلاح إلى ليبيا، خاصة أن مجلس الأمن أقر بانتشار تنظيم داعش في مدن الساحل الليبي، ما يعكس حجم التهديد الذي تواجهه دول شمال إفريقيا وجنوب أوروبا. ولهذا الغرض عملت مصر في الفترة الماضية على توحيد المؤسسة الوطنية الليبية كشرط أساسي لإبطال قرار حظر توريد السلاح، الأمر الذي أيده الجانب الروسي الذي أعلن استعداده لتسليح الجيش الليبي عقب تحقيق هذا الشرط. رفع القيود المفروضة على توريد السلاح للجيش الليبي ركيزة أساسية للقضاء على خطر الإرهاب في ليبيا، خاصة أن القرار لم يمنع بشكل حاسم وصول السلاح بطرق غير شرعية إلى تنظيمات إرهابية تسعى إلى العبث بمقدرات الشعب الليبي، كما أن رفع حظر السلاح بيد الدولة يمهد لعملية سياسية على أرضية صلبة تجتاز بها ليبيا سنوات من التشرذم السياسي. فهل يستجيب المجتمع الدولي لمطالب مساندة الجيش الوطني الليبي في حربه، أم يستمر في الوقوف عاجزا أمام الوضع المعقد في ليبيا؟ نشرتنا متواصلة مع حضراتكم بعد فاصل قصير. أهلا بحضراتكم مجددا. قدمت بعثة مصر في مجلس الأمن مشروع قرار يدعو الولايات المتحدة لسحب قرارها حول القدس الشريف، وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن مشروع القرار الذي وزعته البعثة المصرية على أعضاء المجلس 15 يؤكد أن أي قرارات تخص وضعية القدس لن يكون لها أي أثر قانوني، فيما قال دبلوماسيون أن المجلس يمكن أن يصوت على المشروع بحلول الاثنين أو الثلاثاء المقبلين، فيما يحتاج المشروع لإقراره موافقة 9 أعضاء مع عدم استخدام أي من الدول الدائمين حق النقض الفيتو. دعت القوى الوطنية الفلسطينية إلى تصعيد الاحتجاجات بقرع أجراس جميع كنائس المدينة المقدسة رفضا للقرار الأمريكي، بما يعد رسالة وحدة لأبناء الشعب الفلسطيني. ومن المقرر أن تنطلق مسيرة جديدة ضد تهويد القدس الشريف من دور المنارة، على أن يكون يوم غد يوما للتصعيد الميداني والإضراب المدني في جميع القرى والبلدات. وقد دعت حركة فتح الفلسطينيين إلى تظاهرة حاشدة الأسبوع المقبل احتجاجا على زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إلى القدس الشريف، وتعبيرا عن رفضهم قرار واشنطن الاعتراف بالمدينة المقدسة عاصمة لدولة الاحتلال. وأعلنت حركة فتح في بيانها تأكيدها ضرورة التظاهر في مسيرات احتجاجية ومسيرات غضب عارمة تجاه بوابات القدس تزامنا مع وصول بنس إلى دولة الاحتلال الأربعاء المقبل. كما وجهت الحركة في بيانها نداء إلى الفلسطينيين لإغلاق الطرق الالتفافية في وجه المستوطنين الاثنين والخميس المقبلين، وهي الطرق التي تربط المستوطنات بمدن دولة الاحتلال. قنوات تلفزة عربية عديدة أعلنت ذهابها إلى بث مشترك موحد لنصرة القدس الشريف. الآن نتحول لمتابعة لقطات من هذا البث المشترك لعدد من القنوات العربية مع القدس الشريف. يقع المسجد الأقصى المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية دعيني أوجه التحية لكل المشاهدين والمستمعين في عالمنا العربي والإسلامي وفي العالم أجمع، ونشكر كل الإذاعات وكل أجهزة التلفاز العربية وغيرها التي تشارك في هذا البث نصرة للمدينة المقدسة، هذه المدينة التي يشعر كل عربي ويشعر كل مسلم ويشعر كل مسيحي بأن من واجبه أن ينصرها، ومن واجبه أن يكون معها، ومن واجبه أن يهب لنجدتها حيثما كان وقدر كل الإمكانات وقدر كل الاستطاعة. وبالتالي حينما نتحدث نحن عن القدس، القدس حقيقة في العقيدة الإسلامية وفي التاريخ الإسلامي وفي العبادة الإسلامية وفي الحضارة الإسلامية لها أثر كبير وكبير جدا، ولها هذا العمق، يعني هذا العمق المستوحى من وحي السماء، هذا العمق المستوحى من كلام الله سبحانه وتعالى، هذا العمق المستوحى من النبوات ومن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين عاشوا في القدس أو مروا في القدس
أو زاروا القدس أو أسري بهم إلى القدس أو ولدوا بجوار القدس أو مشوا في شوارع القدس، هذه هي القدس حقيقة. نعم. وبالتالي حينما نتحدث نحن عنها في العقيدة الإسلامية، أول ما يحضرنا المعجزة العظيمة، معجزة الإسراء والمعراج، هذه المعجزة الكريمة الربانية التي ربطت بين القدس وبين مكة المكرمة، التي ربطت بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى المبارك. وهذا الكلام في كلام رب العالمين. أخبر القرآن الكريم في آية من وفي سورة من سوره الكريمة بأن المسجد الأقصى المبارك هو محور هذه الرحلة العظيمة وهذه المعجزة الكريمة للنبي صلى الله عليه وسلم، في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إذن هذا ربط عقدي بين المسجد الحرام في مكة المكرمة وبين المسجد الأقصى في مدينة القدس بنص قرآني كريم. وبالتالي نحن كمسلمين نقول القدس وعدنا الله إياها بكتابه الكريم، بكلامه العظيم، بقرار لا يقبل النقد ولا يقبل التغيير ولا يقبل لأحد كائنا من كان أن يغير الحقائق، أن يغير الحقيقة، لأنها حقيقة ربانية، لأنها قضية إلهية، لأنها كلام رب العالمين. وبالتالي المسجد الأقصى آية في كتاب الله، صورة من صور القرآن الكريم يقرأها كل مسلم صباح مساء في صلاته، في قرآنه، في عبادته، في تلاوته. هذا من جانب. من جانب آخر، حينما نقول الإسراء كان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هناك أيضا حقيقة للربط بين هذا المسجد في عمق العقيدة الإسلامية وفي عمق التوحيد بشكل عام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عند قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، فيسأل أبو ذر رضي الله عنه وهو صحابي جليل: يا رسول الله، أي بيت وضع في الأرض أول؟ ما دام أول بيت وضع أيضا بنص كتاب الله في الأرض هو المسجد الحرام، أي بيت وضع في الأرض أول أو أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. إذن من ناحية تاريخية دينية عقدية تعبدية، المسجد الحرام هو أول مسجد وضع في الأرض لعبادة الله تعالى وتوحيده. قلت: ثم أي بعد المسجد الحرام؟ قال: المسجد الأقصى. ولذلك حقيقة نحن حينما نقول المسجد الأقصى يرتبط بعقيدة التوحيد من جانب، ويرتبط بعقيدتنا كمسلمين من جانب آخر. لا نجانف الحقيقة، صحيح. لا، نحن نرتكز إلى نصوص مقدسة، إلى نصوص معصومة لا ينالها التغيير ولا التحريف ولا التبديل ولا العبث. طيب سماحة الشيخ، أيضا أن ننتقل إلى سيادة المطران عطا الله حنا، وكما تحدث سيادة الشيخ يعني مكانة المسجد الأقصى المبارك في الدين الإسلامي وبالتالي مكانة مدينة القدس بشكل عام، أيضا عندما نتحدث عن الديانة المسيحية في نفس الصورة وفي ذات الصورة التي خلفنا تقع كنيسة القيامة، وهي أيضا من أقدس الأماكن الدينية المسيحية على وجه المعمورة. نتحدث أيضا عن أهمية مدينة القدس في الديانة المسيحية. يعني أولا أنا أود أن أبتدئ مداخلتي بتوجيه التحية إلى كل من يشاهدنا الآن ونحن نخاطب عبر هذه الشاشات وعبر هذه الفضائيات المشاركة في هذا البث، نخاطب الجماهير العربية والشعوب العربية من المحيط إلى الخليج، فنحن نحييهم جميعا ونحن نخاطبهم من رحاب مدينتنا المقدسة، وهم يشاهدون هذه الصورة الرائعة المعبرة عن أخوتنا وتاريخنا وتراثنا وأصالة وجودنا في هذه البقعة المقدسة من العالم. إذا ما أردنا أن نتحدث عن أهمية القدس في المسيحية، لا بد لي أن أقول بأن مدينة القدس في التراث وفي التاريخ المسيحي إنما
اللقطات التي تابعناها إذن في إطار البث الموحد الذي تذهب إليه عدة قنوات تلفزيون عربية مع تلفزيون فلسطين وتلفزيون القدس من القدس الشريف، القدس التي أثار دونالد ترامب بشأنها لغة واسعا بعد قراره باعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال. المتحدثان كان المطران عطالله حنا ومن قبله سماحة الشيخ محمد حسين مفتي القدس. إلى الملتقى بإذن الله.